وهولندا تستعيد الأمكان المفقودة، غائبة عن أمم أوروبا وغائبة كذلك عن كأس العالم، ولذلك هي مباراة باتجاهات مختلفة هذا المساء. عفوا المنتخب البرتغالي بألوانه الحمراء المعتادة، والمنتخب الهولندي اليوم يلعب باللون الأزرق. طبعا الشعار في هذه المباراة الودية التي كان متقدما بهدف لمحمد صلاح، لكن مرة أخرى الكلمة لهذا الكبير لكريستيانو رونالدو، الرجل الذي كان رجل تلك المباراة وهو رجل البرتغال عبر كل التاريخ. 40 من عمره يعلن بداية أحداث المباراة. المنتخب البرتغالي يبدأ المباراة في الجهة اليسرى من الشاشة، بينما هولندا بسلسل في المرمى في مباراة اليوم. الحارس الذي لم يبدأ في المباراة الماضية أمام إنجلترا بدأ زوي، موجود اليوم في قائمة البدلاء، ومحاولة لكريستيانو رونالدو في البداية الأولى ولكنها تصل بعد ذلك إلى ضربة. عزيز المشاهد، فازت هولندا والتعادل حدث في 4 مناسبات، ولذلك هي مباراة ربما بالنسبة لهولندا الفوز في مباراة اليوم يعيدها للفوز على البرتغال للمرة الأولى منذ عام 1991، وهذه طبعا سنوات طويلة جدا فيها منتخب هولندا لا يفوز على البرتغال. البرتغال تبدأ المباراة، وكريستيانو رونالدو كان في الكرة الماضية وهذا اللاعب الحاضر في مباراة اليوم لاعب سبورتينج لشبونة برونو، كرة الآن ممفيس اللاعب السابق للمان يونايتد واللاعب الحالي لنادي ليون الفرنسي، لكن مرة أخرى عن طريق كريستيانو رونالدو محاصر في الكرة الماضية، عند الحلول دائما عند الحلول، وتأتي ويأتي الخطأ في الكرة الماضية. اشتراك في وسط الملعب كانت عن طريق اللاعب بالفعل بروبر، وهذه كرة تأتي الآن عن طريق أكي نافان، أكي اللاعب السابق لتشيلسي اللاعب الحالي لنادي بورنموث الإنجليزي. كرة تعود لصالح المنتخب البرتغالي، البرتغال بتشكيلة مختلفة عن مباراة مصر. طبعا هذا اللاعب رولاندو ولدينا رونالدو فقط هما الثنائي الذي شارك في بداية تلك المباراة، ويبدأان أيضا في بداية أحداث هذه المباراة من جانب المنتخب البرتغالي. مرة أخرى رونالدو يأتي بكرة، وهذا المدرب الكبير السيد رونالد كومان طبعا بعد إقالته من تدريب ساوثهامبتون الإنجليزي. الآن هولندا بحاجة لهذا النجم الكبير، نجم كبير الكل يتذكر إنجازاته مع منتخب هولندا مع فرانك ريكارد ومع رود خوليت ومع ماركو فان باستن، ذلك الجيل الذهبي الذي أيضا لم يفز بكأس. عن طريق أديباي، ممفيس أديباي يأتي بالكرة في الجهة اليمنى، والهولندا تظهر الآن في الشاشة بالفعل، والتسديدة تأتي، جول جول، هدف هولندي، هدف هولندي من ديباي، ديباي ديباي يسجل الهدف الأول، أول وصول لهولندا على مرمى المنتخب. نعم المنتخب البرتغالي يأتي بالهدف لجوهايل الشباك، وقبل ذلك دوني فان دي بيك هو الشاب الذي أرسل الكرة الماضية، لكن ديباي 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 9 أهداف مع منتخب الماضية. نعم تصل إلى ديباي، وديباي بعد ذلك يعاني ديباي، ممفيس ديباي يسجل، لاعب ليون الفرنسي لاعب اليونايتد سابقا. هدف هولندي ثاني يسجله بابل بابل عرضية، شوف العرضية من ديليخت وبعد ذلك الرأسية القوية من بابل. ديليخت الشاب الصغير ب 18 سنة جاء بالعرضية وبعد ذلك وضع الرأس في طريق الكرة بكرة قوية. تقدم هولندا عن طريق بابل، بابل بابل اللي عمره 31 سنة يسجل 7 أهدافه. الأول من المباراة الآن في الوصول إلى الدقيقة الثانية المحتسبة كوقت بدل ضايع، هذا اللاعب ديباي يخطف الأضواء في الشوط الأول من المباراة. ضربة حرة مباشرة، كرة تلعب عالية وللأمام، وديليخت يأتي بكرة والتسديدة، جول، ثلاثية ثلاثية هولندية. الهدف الثالث بصورة ممتازة، يتقدم القائد ويسدد بقوة. الأغلى في العالم فان دايك، فان دايك، لكن ديليخت الشاب الصغير يأتي في مرمى البرتغال
الشوط الأول من المدافع.